البشت الذي يعتبر رمزا للهوية العربية والأصالة والتراث الكويتي بات اليوم يواكب الموضة وتطور ابتسام رمال والتفاصيل في هذا التقرير. بين الماضي والحاضر يقف هؤلاء شهودا على أهمية وجود البشت في حياة الآباء والأجداد امتدادا إلى زماننا هذا، فصناعة البشوت لا تزال تحافظ على مكانتها بين الناس كونها تمتاز بالدقة والمهارة، ورحلة إلى زمن الماضي الجميل مع من توارث صناعة البشوت. سابقا كانوا يحبون يلبسون البشوت المخططة المقلمة، بس الحين ما حد يلبس البشوت المغلمة. كان انواع من البشوت حقيقة كان النكشات غير، يعني النكشات كانت اسخف واضعف منها الحين. كان زمان الكل يلبس بشت حقيقة، يعني حتى احنا عندنا صور قديمة، يعني ان يعني كان المقاهي والشوارع والصور القديمة كلها الناس كلها لابسة بشوت. هذه الوثيقة رسالة من احد اجدادي سنة 1933، بعث رسالة حق ابن عمه بالسعودية يطلب منه بعض الألوان لبشوت حق أحد شيوخ بالكويت. البشوت احنا كنا عندنا الأسود اللي هو الأسود، عندنا مثلا الأشقر اللي هو البني، عندنا النباتي اللي هو البني الفاتح كلش، عندنا البدري اللي هو الأبيض. يعني مسميات، حتى المسميات شوي شوي قاعد تختلف من زمان للحين. يعني أنواع الزر عديدة لتتنوع معها الأقمشة والألوان ليسيطر النوع الكلاسيكي على توجه مسؤولي الدولة. أغلب شيوخنا والتجار يعني لبيسة البشوت يتجهون حق الكلاسيك، في أنواع من الزري تكون من فضة مطلية بذهب، وفي منهم تكون نحاس، وفي منهم في نوع من الزري لونه ذهبي. ما كان عندهم التكنولوجيا اللي يسوون الخيط من الفضة ومن طلاي ذهب، فكان هو غزل الحرير البشت اليدوي من 90 إلى 100 ساعة عمل. الأقمشة أنواع كثيرة حقيقة، اللي هو الأقمشة اللي هي الأنواع اليدوية مثل النجفي والدورقي والبشهر، هذه تكون صناعة يدوية، والكشميري 1500 دينار القماش الكشميري. بس اللي هو الشائع والمستمر بالكويت اللي هو البشت الياباني والنجفي. في الماضي كان البشت هو الأساس، أما اليوم فالشباب يرتدونه في المناسبات والأعراس، ومع ذلك يبقى الإقبال كثيرا في السوق. طورنا النكشات الثانية، طلعنا نكشات جديدة ابتكرة اللي يعني عملهم حتى عليهم أن يلبسون بشت. هذول دائما يلبسون، يحبون الألوان الجديدة ويحبون التغيير. وفي شباب بس يعني مثلا وقت المناسبات والأفراح والأفراح. ويبقى حلمه أن يعود البشت كما كان في السابق جزءا أساسيا لا يتجزأ من حياة المواطنين مهما اختلفت أعمارهم. حز بقلبي أني أنا أشوف عيالي يلبسون بنطلون وتيشيرت ويطلعون برا. يعني أنا ودي ليوم من الأيام أني أشوف جامعة الكويت يتخرجون لابسين بشت بدل ما يلبسون روب. البشت وجاهة باختصار. وتبقى هذه الإبرة شاهدة على أهمية تفاصيل هذا البشت الذي يعشقه كل مواطن. على الرغم من تطور الزمن إلا أن صناعة البشوت لم تفقد بريقها، ليبقى البشت أحد أهم الرموز التراثية في الكويت. ابتسام رمال، الراي